قبل يوم القيامة بمئة سنة، اسمع معي، قبل يوم القيامة بمئة سنة شو بصير؟ الله يرسل ريحا فتدخل هذه الريح تحت إبط كل مسلم فتأخذ روحه، يعني بموت بسبب ذلك. فقبل بمئة سنة من أول نفخة من نفخات إسرافيل بالصور بيموت كل المسلمين، يعني آخر مئة سنة على هذه الأرض لا يكون على وجه الأرض إنسان مسلم بيقول لا إله إلا الله. أصلا اسمع معي، آخر مئة سنة ما بيكون فيه بالبشر واحد بيقول كلمة الله، ما بيقول كلمة الله آخر مئة سنة. ليه؟ لأنه بيكونوا كلهم على الكفر، كل المسلمين بيكونوا ماتوا، وسيدنا الخضر بيموت مع المسلمين لما يموتوا كل المسلمين، سيدنا الخضر بيموت، وأيضا يرفع القرآن. شو يعني يرفع القرآن لما يموتوا كل المسلمين؟ يعني المصحف الشريف يبقى على الأرض، هذا الكتاب اللي فيه أوراق يبقى على الأرض، ولكن إذا فتحت الكتاب لا تجد فيه شيئا مكتوبا. وين سورة البقرة؟ رفعت. وين سورة آل عمران؟ وين سورة المائدة وجزء عمة وتبارك وياسين وقد سمع؟ كل هذا رفع. يرفع القرآن إلى السماء معناه الكتب تبقى على الأرض، ولكن إذا فتحتها لا تجد فيها شيئا. ومكة والمدينة شو بصير فيهم؟ ما بيكون فيهم دومري مثل ما بيقولوا، ما فيهم حدا من البشر، يعني بتصير مهجورة المدينة، بتصير مهجورة لدرجة إنه السباع تكون على منبر محمد صلى الله عليه وسلم. السباع يعني السباع البهائم المتوحشة بتكون بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. المدينة مهجورة. مكة شو بصير فيها؟ بيجي واحد عبد حبشي هو والجيش تبعه يذهب إلى مكة ويهدم الكعبة وتهجر مكة، بيهدموا الكعبة وتهجر مكة، ما بيكون فيها حدا.